ربنا يديله الصحه الفنان الكبير العظيم عادل امام. وعيد ميلاده هيبقى بكره يعني يوم 17، احنا بنحتفل بدءا من النهارده، يعني هي كده ليله عيد الميلاد على طول يعني. بس خليني اقول لك انه عادل امام مش 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 بس مش بس ممثل عنده الكثير، يعني عنده كميا عدد كبير جدا من الاعمال، سواء اذا كانت تمثيليات في التلفزيون، افلام في السينما، مسرحيات، الخ الخ. عادل امام قيمة كبيرة جدا في سماء الفن العربي، واحد من أهم الفنانين اللي ظهروا في المنطقة العربية بالكامل مش بس مصر. عادل إمام قدرة حقيقية على التجسيد مش التقليد. عادل إمام فنان كامل مكتمل النضج، قادر على تجسيد أي شخصية وأي شكل وأي لون. ويمكن أنا عارف أنه فنانتنا ونجمتنا الكبيرة إلهام شاهين فعلا من المحبين الحقيقيين لعادل إمام كشخص إنسان ولفن عادل إمام. منورانا. ربنا يخليك. ميرسي يا يوسف. ازي حضرتك؟ وطبعا زي ما انت قلت انا بجد من عشاق عادل امام على المستوى الفني وعلى المستوى الانساني. انا بحبه جدا جدا على المستوى الانساني وبتعلم منه حاجات كتير. زي عادل امام ممكن ما يتكلمش كتير لكن تصرفاته تتعلم منها. عادل امام لما خد مسرحيته وراح على اسيوط مثلا. ولما اتقال ان في حركات ارهابيه وان هو هيحارب الارهاب بالفن، هيخلي الناس تنشغل بالفن وبالثقافه وبالفكر، دي مواقف عظيمه. اول من عمل مجموعه افلام ضد الارهاب وضد المتاجرين بالدين. راجل عنده هدف ومش بيتكلم كتير، هو ما بيتكلمش في الحاجات دي، هي اعماله بتتكلم عنه. عادل امام كان بيرفع مستوى السياحه في مصر، الفنان الوحيد في تاريخ الفن اللي كانت بتيجي من الدول العربيه طيارات شارتر تيجي بس تتفرج على مسرحيه عادل امام. صح. يعني شركه السياحه بتعمل التذكره ان طياره ويجوا يتفرجوا على عادل امام ويقيموا مش عارفه يوم او يومين ويرجعوه. بس هم جايين يشوفوا عادل امام، انت متخيل؟ عمرها ما حصلت في اي بلد. ده صحيح. ان طيارات شارتر تطلع من شركات السياحه لناس جايه بس تشوف عادل امام. يعني عادل امام ده عمل لمصر وللمصريين كتير قوي وللوطن العربي كله. انا بسافر كتير، بحب السفر جدا. ايوه. في اي بلاد بسافرها، في اي بلاد، مش هقول لك في البلاد العربيه فقط. لا. في اوروبا، في امريكا، انا كنت لسه في استراليا قريب، يعني بلاد في اخر الدنيا يقابلوني الجاليات العربيه سلملنا على عادل امام. ما بيجيبوليش سيره حد تاني، يعني يشوفوني بتشوفي عادل امام، اخبار عادل امام ايه؟ طمنينا عليه، طمنينا على صحته، هنشوف له حاجه قريب بلغينا احنا بنسلم عليه. عادل امام شاغل كل بيت مصري وعربي. ومحدش خد نجوميه 50 سنه متربع على عرش النجوميه زي عادل امام. دي حاجه خاصه جدا، هو لوحده، هو مش شبيه حد ومش زي حد وما جاش قبله كده ومش هيجي بعده كده. للدرجه دي؟ ناهيك بقى طبعا عن انا بشكل شخصي بقى عادل امام عمل ايه في حياتي. عادل امام سبب نجوميه الهام شاهين، يعني ده انا كنت بقيت نجمه في السينما، عادل امام السبب لثقته فيا لانه واثق فيا وشافني في دور مهم جدا، كانت مكتوبه على فكره نجمه كبيره قوي. وبعدين هو اللي كلمني وقال لي لا انا عايزك في الدور ده. هو اللي كلمني مش ده كان فيلم ولا كان فيلم الهلفوت ولا المخرج ولا الكاتب، هو عادل امام اللي كلمني وهو اللي بعت لي السيناريو وقال لي انا بتحدى بيك. انا لما قريت قلت له ده دور كبير جدا وقدامك عادل امام برضو، يعني هو اللي بيبقى طاغي على الفيلم في اي فيلم، يعني ما تبقاش الادوار اللي حواليه قويه زيه. لكن انا قريت دور قد دور عادل امام فاتخضيت، انا هعمل الدور ده. ده كان فيلم الهلفوت يعني مش كده؟ كان فيلم الهلفوت وانا كنت عامله دور بياع في السوق. طبعا طبعا. فكنت وقتها يعني وردة ما كلمني كان اسمك وردة. كان عندي مسلسل بيتعرض اسمه وقال البحر وسام انور عكاشه ومحمد فاضل، اساتذه كبار طبعا. فكان دوري برضو بياع في السوق.
كان قاعد بيتفرج على المسلسل وراح طالبني اثناء المسلسل قال ايه يا بت الدور الحلو اللي انت عاملاه ده دور جامد جدا، ايه ده انت جامده، ده انت هايله وبتاع. قعد اشاد وبعدين قال لي انا هبعت لك سيناريو دلوقتي قريب. فقريت فلقيتها برضو بيعت، وهي جات له الفكره وهو قاعد بيتفرج عليا. فطبعا قريت بقيت طايره، قلت له ايه ده دور بطوله قدام عادل امام. انا قبلها ما عملتش بطوله كبيره كده، اشتغلت في افلام كبيره جدا بعتز بيها طبعا، يعني امهات في المنفى اول فيلم في حياتي كان أيوه. البطل عادل امام، لكن انا ما كنتش بقابله كتير في الفيلم، يمكن في 3 4 مشاهد والباقي كان مع محمد لطفي. ففيلم بطوله جماعيه برضو يعني قصه يوسف جوهر وإخراج محمد راجي، فيلم جميل. وبعديه عملت فيلم البريء طبعا عاطف الطيب وحيد حامد واحمد زكي، وبعديه عملت لا تسالني من انا مع شاديه اختار عبد القدوس اشرف فهمي، يعني افلام جميله جدا انا بعتز ودايما ببقى فخوره ان انا شاركت فيها. لكن بعد الافلام دي كلها وانا تلميذه في المعهد وانا بتخرج، كانت الهديه اللي جات لي من السما ان انا اقعد قدام نجم نجوم عادل امام ندي ليه، فعملت لي نقله فظيعه في حياتي وساعدني جدا، لانه قال لي انا بتحدى دي، لان الدور زي ما قلت لك كان مترشح له نجمه كبيره جدا جدا. ف قال لي انا بتحدى بيك، هو عايز الناس ما تقولش ازاي انت نجمه دي ما جاتش وانت جيت لسه عيله صغيره في عالم الفن، يعني انا لسه بدرس في المعهد. فكان بيساعدني جدا جدا ويقف جنبي وعايزني اطلع كويسه قوي. اذا كنت خدت اول جايزه في حياتي كاحسن ممثله، وانا الوحيده اللي خدت جايزه في الفيلم على فكره، يبقى عادل امام السبب، انه كان بيغششني حاجات كتير قوي وكان بيساعدني في حاجات كتير قوي وبيصحح لي حاجات كتير قوي. انا اتعلمت منه كتير وهو استاذي وله فضل عليا. ربنا يديله الصحه ويديله طولة العمر ونسمع عنه دايما كل حاجة حلوة وعظيمة. وبجد مش عارف أشكرك إزاي أولا على المكالمة، وأشكرك إزاي على أنه برضو بتفكرينا بقيم أكتر من عظيمة وأكتر من رائعة، في أن إزاي يفضل الإنسان فاكر الناس اللي وقفت جنبه في مشواره، يعني شيء عظيم. أنا بشكرك جدا فنانتنا ونجمتنا الكبيرة إلهام شاهين، ده جزء من عظمة عادل إمام وأهميته الفنية، مكتشف للمواهب وعنده ثقة حقيقية في أنه يدي مساحات كبيرة للمواهب اللي ممكن تبقى لسه جديدة قدامه، ما عندوش أي أزمة في ده، مش مشغول بأنه هو اللي يبقى واكل الشاشة لوحده على الإطلاق. عادل إمام اكتشف تقريبا نص إن لم يكن 60-70% من اللي موجودين دلوقتي حالا نجوم كبار على ساحتنا الفنية العربية، ده عادل إمام.